اليوم غنتعرفوا على مقام الصبا في درجات مختلفة. مقام الصبا غنبداو من الري. مقام الري، فمقام الصبا بالشكل التالي. فالمقام الصبا على الري فيه المي بالربع تون والفا دياز والسي بيمول والدو دياز كنوطة حساسة، لأن الاستقرار حنا نورمالمون كتعزف دائما في الصبا هاد النوطة الحساسة، يعني معظم ما عدا الاستقرار، إما هي إما كترجع للاستقرار ديالها. فكيف ما قلنا الصبا على الري فيه المي بالربع تون والفا دياز والسي بيمول والدو دياز كنوطة حساسة. هنا استقرينا، يعني مشينا للنوطة الأولى رجعنا لها. وممكن أننا نستعملوا الدو دياز وممكن نستعملوا الدو دياز كنوطة حساسة. غنديروا واحد شوية الحزن لأن الصبا معروف بالحزن. طبعا الصبا هو مقام حزين. خدينا كما قلنا صبا على الري، الان غنمشيو صبا على السي، عفوا الان غنمشيو صبا على الله. صبا على الله كتكون فيه السي بالربع تون والدو دياز والسول دياز كنوطة حساسة. وسبحان الله العرب، يعني العرب كيتميزوا بمقام الصبا ومقام الحجاز، يعني خصوصا الصبا. فكما قلنا مقام صبا على الله فيه السي بالربع تون وفيه الدو دياز والسول دياز كنوطة حساسة، يعني في الارمير يعني في السلم الموسيقي تكون السي بالربع تون والدو دياز. هنا استقرينا في النوطة البداية. الان غنديروا شي تقسيم. هذا بالنسبة للصبا على الله. ناخذ صبا على الصول. صبا على الصول اللي كيبدا من صول طبعا. كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. طبعا باش نبينوا الحزن، يعني مثل هذه الاغاني اللي تكونوا في صبا على الله، فتتكون لا فيها الربع تون وكاين السي بيمول والمي بيمول والفا دياز كنوطة حساسة، يعني لا بربع تون والسي بيمول والمي بيمول اللي تكونوا في السلم الموسيقي، والفا دياز هي كنوطة حساسة. وبالنسبة للأبعاد فكنحسبوا نفس الأبعاد، مثلا من الصول لا فهي بعد إلا ربع لأن عندنا الربع تون هنا، ومن لا بالربع تون الى السي فكتكون عندنا تقريبا ربع طون، ومن السي لدو عندنا ان طون اي بعد، ومن الدو ري بعد، ومن الري والمي نصف بعد، ومن المي والفا نصف عفوا من المي فا بعد،
ومن الفا للصول بعد، ومن الفا للصول بعد. فقط النوطه الحساسه هي ما محسوباش، هي فقط تتداول ولكن ما محسوباش في السلم الموسيقي. هذه بالنسبة للصابع على الصول. الآن غناخدو مثلا صابع على الضو. صابع على الضو كتبدا من هنا، والصابع على الضو كتكون الري بالربع تون و السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول، كتكون فيه الري بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول واللا بيمول. فلاحظنا ان النوطه الحساسه كتولي نفس السي بيكار، السي العاديه. فطبعا خدينا حنا نبدا مختصرة عن مقام الصابة هو بالشكل التالي. فقط خذوا نفس الابعاد وحطوها في اي درجة موسيقية فغيتولد عندكم مقام الصابة. فأتمنى انكم تستفدوا، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.